يزيد يتكلم ويقول نأكد لكم باللي محرز راح يلتحق خاطر علاش المعلومات اللي عندنا يعني اتصلوا وبعثوا الايميل مع محرز ولكن ما كان حتى رد. كيف المعلومات اللي عندك قصدي؟ لكن حتى رد من طرف محرز وقال ان تعرف انت لما يجيبوا اللاعبين المحترفين يقول له اعطيني البلون فول ديالك كيفاش عم نجيبوك من نجيبوك ولكن ما كان حتى رد من طرف محرز. يعني الاتحاد الجزائري اتصل برياض محرز طبعا. من اجل جلبه لانه كان موجود في القائمه الموسعه ومحرز لم يرد على هذا يقال هكذا. ولما المدابين سمعنا المدرب المساعد لأننا في المرة الماضية كنا أمام خبر يقين بأن محرز طلب الإعفاء بسبب التعب النفسي ويريد أن يفكر في مستقبله مع المنتخب ولو أننا انتقدنا خطوة اللاعب في ذلك الوقت وقلنا كان يجب عليه أن يحضر لذاك التربص وحتى لو لم يشارك في المباريات من أجل تأطير لاعبين الجدد، التعرف على الناخب الوطني الجديد، تبادل الأفكار، الحديث، يعني أشياء من هذا القبيل. لكن في هذه المرة لم يصدر أي رد فعل من رياض محرز. اليوم بيان النادي يقول بأن محرز مصاب ويعاني من ألام على مستوى الركبة اليسرى. انتقسي سعيد، قلت لي منذ قليل هل محرز يجب أن يتصل أم هم يجب؟ أنا أعتقد بأن الناخب الوطني يبعث بدعوة أو استدعاء لمحرز ثم محرز يعني كرة تصبح في ملعب محرز حين ذاك في مرمى نعم حين ذاك يقرر محرز هل يأتي أم لا. شو محمد مبقاش المشكل اليوم بين محرز والناخب الوطني كاين قضية وطنية المنتخب الوطني كيف يعني أنا إذا كنت طلبت يعني تاع يعفو عليا التربص تاع شهر مارس لان ما كنتش جاهز بدنيا وذهنيا واليوم راني واجد نعيط انا المدرب ما كان حتى مشكل خاصه انا هو القائد الفريق خاطر اليوم انا نسمع كلام يقول لك محرز راه زعفان نحاولوا الشاره تاع قائد الفريق انا نضم باللي لو كان يرجع محرز المنتخب الوطني ابراهيمي راح يسلم له الاشاره راهو يصرح قال لهم محرز مازال قائدا للفريق ما كاش مشكل هذا الكلام هذا يحبوا يخلقوه انا لا اريد ان من محرز ان يخرج من باب الضيق لان نحبوا ننكره محمد 10 سنوات مد واش مد للمنتخب الوطني اليوم من الأحسن ومن الأجدر كان يتصل بالمدرب يقول له أنا جاهز. أنت كملخص لكلامك يعني لا تؤمن بإصابة رياض محرز في الوقت الحالي؟ لا أؤمن. نعم تعتقد بأن رياض محرز يتعمد عدم المجيء إلى التربص؟ لا يريد المجيء. لا يريد المجيء. لا يريد المجيء محمد. بيتكوفيتش متحمس لعودة رياض محرز؟ إذا مر هذا دو ماتش هذا ما نضمنش راح يعاود يكون لا في الوقت الحالي يعني متحمس وضعه في القائمة الموسعة وضعه في القائمة الموسعة وبعث له دعوة؟ لا بعث اتصال كان باش يقولوا له اعطينا الاتينيرير ديالك ولكن ما كان حتى رد لم يرد. تفضل حسين للتعليق. محمد التعليق تاعي يعني جد واضح ما نقعدوش ندوروا يعني المنتخب الوطني أكبر من أي لاعب محمد نعم. كان رياض محرز أو أي لاعب يكون يعني نقوله في مستوى عالي المنتخب أكبر منه لأن لما تجي للمنتخب هذا شرف لك وهذا شرف الانتماء تاعك لذلك البلد هذه حاجة من المفروغ منها وراح تساعدك لأن هناك عدة لاعبين. تعتقد بأن محرز لا يريد المجيء مرة أخرى للمنتخب؟ محمد شوف لما نشوفوا هالتأويلات أنا نشوف بلي رياض محرز ما وش حاب يجي هذا هو التأويل وهذا هو الفهم تاعي وش أنا نشوف في الوضع لكن ما دام القائمة كما قلت لمحمد أنت محمد ليس رياض محرز ليتصل بالمدرب هناك دعوة كما قلت أنت استدعاء تلحق بار فاكس ولا بار إيميل للنادي الأهلي رياض محرز أنت مستدعي للمنتخب الوطني الجزائري في التاريخ الفلاني التم رياض محرز لو يصرح يقول انا ما نروحش لان دوك هذه هنا ما تقدرش تكون عمليه الكولاسه تدبر في الخفاء في المباريات الوديه ضد بوليفيا وجنوب افريقيا نعرفوا بانها مباراتين وديتين نقولوا معليش رياض محرز لاعب اسطوره في المنتخب الوطني اللاعب اللي اعطى الكثير للمنتخب الوطني
شيء يقدروا يتجاوزوه الإداري المنتخب والطاقم الفني على رأسهم بيتكوفيتش، يقدروا يتجاوزوه لأنها مباراة ودية. نقول لكم علاش نجيب أنا رياض محرز؟ نعرفه رياض محرز، نعرف سليماني، نعرف فلان فلان، نجيب إلا اللاعبين اللي ما نعرفهمش باش نشوفهم في المباراتين. لكن الآن مباراة رسمية محمد، مباراة أوغندا رسمية ومباراة غينيا رسمية ومهمة. مدام أنتما متفقان على أن رياض محرز لا يريد العودة إلى المنتخب، في رأيكما ما هي الأسباب التي تدفع برياض محرز إلى العزوف عن المجيء إلى المنتخب الوطني، مع العلم بأنه القائد، بأنه النجم الأبرز، الاسم الساطع، الأقدم في الفريق؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ سؤال محير محمد. لماذا؟ لأن نظرا للفترة التي يمر بها في النادي تاعو نادي الأهلي، لا يمر بفترة جد زاهية من ناحية الأداء، لكن دائما ما نتكلموا من ناحية أيضا بفترات صعبة في فرقه السابقة، وكان في كل مرة يأتي للمنتخب، لكن كان يستعمل محمد في فريق مانشستر سيتي حتى وين، وكان ولازم مر بفترة أصعب من هذه وكان يجي للمنتخب. لازم ما ينساش حاجة، اللاعب هذا رياض محرز ما ينساش أنه في الفترات الصعبة تاعو الجمهور الجزائري كان يؤازره. وقال الأسباب حسين في رأيك أنت مدام مقتنع، وقلت لي بأن مقتنع بأنه رياض محرز لا يريد الآن العودة. ليس مقتنع محمد، ليس مقتنع مادام أنا ما قلت لكش، قلت لك مادام الدعوة في 23 لاعب ما زال ما لحقاتش، ومن بعد هو يبان لو يكون اسمه في الثلاثة. قلت لي بأنه محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا، على حسب قلت لك قراءة تاعي محمد. مؤشرات لا. يعني المؤشرات قناعاتك بأنه رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا محمد، الأسباب لماذا لا يريد المجيء؟ الأسباب محمد، الأسباب تولي ليه هو محمد، هو مع الوقت أحس بالتهميش مثلا، خاف من التقزيم. لا محمد، خاف من المحيط. مستحيل محمد، هو لما يجي راح يلعب مباراة كرة القدم، ولما يكون في القائمة لماذا لا يريد المجيء؟ ليس لديك أي إجابة؟ علامة استفهام. علامة استفهام. قاسي سعيد، التهميش ما نضنش محمد، ما نضنش باللي يعني محرز لو يلتحق بالمنتخب الوطني الجمهور تاعنا أو الصحافات راح تهمشوا، من المستحيل يعني واحد نجم كما محرز نظن باللي راح يفرحوا به. لا، ليس من الجمهور او من الصحافه، ربما من المحيط في المنتخب. لا لا، ما تقدرش واحد كما محرز ما تقدرش تهمشوا. ولكن لماذا اذا لا يريد المجيء؟ نظن انا على حسب رايي، بقى رايي محمد، تضامن مع الناخب الوطني السابق. لما شفت البرقيه اللي قام بها لما تكلم مع جمال بلماضي، من حقه يشكر المدرب، من حقه يعني يكبر بالمدرب هذا، ولكن ما تنجيش بعد تاخذ بارتي بريت فول. لا اعتقد هذا قاسي سعيد، انا نظن رايي اذا ثبت هذا يعني محرز كان يلعب للناخب الوطني السابق ولم يكن يلعب للمنتخب. ما هو راي محمد؟ اعطينا رايك، انا اعطيت لك انا كمحللين اريد ان استفسر منكم. انا هذا ورايي، هذا ورايي، هذا ورايي محمد. محمد، انا بالنسبه لي هذا راي صعب انه رياض محرز ينحصر فيه، لأنه يعرف أن يعني المنتخب الوطني ليس ملك لأي أحد كان، سواء من الجماهير، سواء من اللاعبين، سواء من الإداريين. المنتخب الوطني ملك للجمهور الجزائري ولكل اللاعبين اللي عندهم يعني الجواز السفر جزائري. هذا شيء. لماذا لا تحسن الظن وتقول بأن اللاعب مصاب وإدارة الأهلي السعودي لم تكن تضلل في الرأي العام لما أعلنت إصابته وهو فعلا مصاب ولا يستطيع المجيء؟ يقدر يكون مصاب محمد، يقدر يكون مصاب، لكن محمد في الفترة هذه بالذات محمد شفناه لعب المباراة اللي جرات ما عندهاش يعني أيام كثيرة، وين لعب بصفة عادية. يقدر يكون مصاب محمد، لكن رياض محرز معروف في الأونة الأخيرة المنتخب الوطني يحتاجه، لأنها مباراة صعبة، مباراة تحتاج لاعبين اللي عندهم خبرة محمد. في بعض الأحيان لاعب لما يكون واقف في أرضية الميدان ولاعب داوي خبره، هذه مفروغ منها حسين، مفروغ منها، مفروغ منها. لاعب مهم محمد، لاعب مهم. اوكي، مفروغ منها. لماذا لا يريد المجيء؟ هذا السؤال الذي لم تستطع ان تجيبني عليه محمد. لكن هل رياض محرز قال انا ما نجيش؟ انا